وجه مغاير متقبل جزائري على رأي المعلق حفيظ الدراجي، حتى اليوم قالها في تدوينه. الشوط الأول كان تعيس بالنسبة للمتقبل الجزائري، ممكن العكس الشوط الثاني. توافقوا في الرأي هذا ولا لا؟ اي هو استعمل اللفظ هذا، استعمل تعيس حتى في أثناء النقل نتاعو للمباراة، وكأنه حب يبعث مساج للتوانسة، راني كي استعملتها مع تونس راهو مانيش نستهدف في تونس، ولكن نستعملها عندما يكون راني استعملتها مع الجزائر منتخب بلادي افريقيا. تتفاصلون باس، احنا بالنسبه لنا الامور ما تقفش في الحدود هذه. المنتخب التجيري ربما اليوم ما قراش ماتشو كيما يلزم. الماتش ما نقولش خسرته، تعادلته وشبه هزيمه، تعادلته في المخ. هذا ما ينفيش انه منتخب سيراليون والله منتخب معناها يعمل كيف، معناها منتخب منظم يلعب في حدود على حد امكانياته. تو كان يقول لي اخويا منجي انه عمل 4-4 مع نيجيريا، 4-4 عمل مع نيجيريا في تصفيات واحد، معناها منتخب ما هوش جاي من عدم، وهذايا معناها اشاره الى انه المنتخبات الموجوده توا ربما اللي نشوفوا فيها صغيره هي الاصعب من اللي نشوفوا فيها كبيره. معناها مش تقلق يعني المنتخب بالضبط، لانه لزام بريفيجيو من المنتخبات هذيك. ما تعرفش شنو يجم يحصل لك معاهم. تو كي يبدا المنتخب تعرفه ويعرفك تحذر له كذا كذا تنجم توقع به، ولكن كي تبدا المنتخب ما تعرفوش كيما يلزم هذاك هو اللي يجم يفاجئك. الميتون الاول براتيكمون الجزائر منعت، معناها اللونتام تاع دوزيام ميتون براتيكمون ماركات بونت وطلع اورجو سيراليون، معناها كان تجم زاده تفاجئ. بعد الجزائر خذيت ال 40 دقيقه اللي بقاو من الماتش، معناها فاقوا على بعض مع شويه تغييرات اللي عملها بالماضي، وبدينا نحسوا الجزائر تستعيد في الانفاس نتاعها ربما اعدادا للمباراه الجايه، واعدادا خاصه مباراه الكوت ديفوار اللي مش تكون ربما هي مباراه حسم المرتبه الاولى في المجموعه هذه.